من البنك الشعبي الموريتاني، وبمناسبة عمرة رمضان يقدم عرضا حصريا للزبائن. بطاقة ماستر كارد مسبوقة الدفع حج وعمرة مجانية لكل تعبئة لا تقل عن 5000 أوقية جديدة صالحة لمدة عامين. البنك الشعبي الموريتاني بكل اطمئنان. مساء نرقود نحوي جوز أنا أقدم مالا قم الفوق النار بات عجيانا ماشي طالع وعد البحر قلت ما فايت عليك الزمن اللي أراقل راجع راجع شايك شني واجع أيوة طاسنا واجع نار بات علينا تقول الا هنا افتار قريب ذاك شف يجيني ويجيرك دار مخنزة والفراش فيه ريحة الحوت وتعرش تخلف البحر افهمه وبقات الدنيا مع طعطة مخنزة انا قاعد ابو عادو يديد مين قاعد في زره يدي يقرا فيهم ريحة الحوت ولا يجيني ويجيرك مون معاه وتوف ولا نعرف قاعد ابو مشكلته شنية ولا يجي هنا تياها حتى الباس ومخنز من ريحة الحوت والجيرات عاد قاري فيه من ريحة الحوت والفراش فيه ريحة الحوت والدنيا كاملة يجيني وجيرك مخنز وتوفي الله هذا هو أنا بعد هون يا صويح ايه قال حقولها فيه انا عشان فيك اعطال بيكشي ما يبقى ما يعدد تسير في مشي دقل فرضو مشي كي وانا كان قاعدة تكون قاعدة هاكم نوع البيان حالك ويا ثم شمع يا فوقا قاعد مستقل يا فوقا شتي فوقا مشي لسمو بنا في الفرات يا بنا في الفرات ما هو ورق يا شغال مشارو يا مبارك اسمع قول تقي يا بارك ايه تقي لو قلو قلو حق وضع كده ضرقم دجيرو ضرقم دجيرو فيها شف مليون شف قرار شف حامو تقوي سوزنا قال شف حامو قلتا ما بدا حمي جابنا فينا حتى عمي حد جابنا فيها وي انا كي اقول مضفني لو شنو أنا فهم شيء تاني طبعاً بجمع لا ما عشتو متأهل مش نقدر تفعل أنت بلوكي جا يا يعني خمسة من جنب جافر مش فوق هذي كرو عبا لي وجهه وي جعرف حق وضع البرزة لبي شوف معرفة الحرقة لا وجه حق سيف دور قرقة مالي دور قوية فوق عن الرسولين بعد الرسولين عن الرسول أصحاب بعد الفرق مع الجنة شي وي مش عبد الله صعب من الدار دور طه بعد لأن بلد وعد وكل جار كاي حشعب من أصعب شي الباص يشوف لك ولا حول ولا قوه الا بالله باص منين مشت طبعا من كيف عندي طاف الو ايوا واش طالع عليك تيار خارج يا لباس الحمد لله اش طاري قاع ها هو كذا ما نظر ما عليك داروا على واتساب ولا شيء وعاد الناس تقرأ
ولا ما تعرف منه. جا ها ايوه ايوه حالا 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 مكسور. لا اللي تقول الا مونا انا افتار قريب ذاك شاف يجيني جعفر عايد عند الفيجان ضرب شوي يا صاحبي راش فيه ريحة الحوت وترى ايش تخالف البحر. الله ينصحك يا اخي وقتناك بعد ما هو رزق الا انت وعولي يا زقيبي. انا قاعد تلفنيني على جعفر هذا ماشي تلفنيني علينا نعرف ذي الرواية اللي متبارك معاها كل بليده يقولها فيها نعرف هي شنو هي رواية ها الرواية يقول اني اني مخلص واني كذا واني ماني واحد وسبة واحدة وذا كأنه هو واحد وشي وانه عنده رواية هو اللي بهيت عليه الزمن هون قايل انه بشهادة انه مثقة هو يزقنن هون كي يديك مقطوع نص الو ايه جعفر تمني ايه قريب مني عند من مدير ذي زرنا هون اول شيء حالا بقيت فيك خديك لي اللي ارخى دا انا بقيت فيك كلر يتكلم فيها ويقول فيها قريب راعي عنده ما صار لقى عذر مهم اللي قاله هو قال عذر مهم ما صار مهم هو إذا عن عدي في التلفون نطلع فيها إني خالق لي وخالق لي وإني ميسخ وإني مخلص وإني هي راحة الحوت وإيش أنا إني ماشي لعدل همي وقاني راسي عن الناس الأخرى أنا سمعت لك أوكي يا لبس وعليكم السلام طار فيك يا اخي اجي طار فيا هذا اللي معدل ليه وكل ترد بيه وتقول لهم ما يسخ وخالق لهم خينز ولا شيء هذا ايش راك تبي انت ساكن معنا احنا هون ولا شيء وانك مثقف وانك هريو بشهاداتك اي لا شيء رادوا عليهم ولا انا ما عندك فيش لا شيء رادوا عليهم ولا انا مولي ماني هو اللي ماشي فوقها شعفه انا بغي نقول لك روايه انت اخويا ساكن معنا هون إيه؟ ولا واحد من هذا الدار فهم انا فوقها اللي سمعته منين شاني قاع هو وشان قلت له قاعده مو مهم ياخذ قصوله يا غير نيفه قصوله هذا مو صالح العمل كامل شرف سمعت هو عمل وبعد قايم بهمه كامل وحد جاي عدله من نقاي وانت قاعد تبارك الله عايش من فضل ومن فضل عمله فهمت وانت شاب واعي مثقف ما تقعد خمم تخمن فهمت انا بعد اللي انا نصحتك لوجده عندك لا تتوحل فيه ما هو زين ان شاء الله ليش رادوا عليهم ولا ايوه رادوا عليك ولا انا قاعد وحلف الشيوخ هذه عنك الناس لا تم ذاك الا واحد فيه تقول عنه روايه ما وصل مدي هو سبحان الله مدي اخطاي اخوي اللي راهو اعتذر لك وجينا بحال وافي ونساو ذي المرده وتوفى اخبارها نساو حق يا غير قاعد ما يزين عليه هو حد عنده شهاده وانه روايه وانه مثقف يرد له اخبار الثقافه والناس المثقفه ويحل الثقافه ويعود بخيمه لفوق ما يتم يعود خيمه التحت يتم يرد المراد ما هو صالحي وذاك مشى وذاك جا وذاك ما هو صالح تختلف طرق